حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح